الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم. وقال ذو النون: الرضا سرور القلب بمر القضاء. وقال سفيان عند رابعة: اللهم ارضى عنا. فقالت له: أما تستحي أن تطلب رضا من لست عنه براض؟ فسألها بعض الحاضرين: متى يكون العبد راضيا عن الله تعالى؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة كسروره بالنعمة كسروره بالنعمة. وقال سهل: إذا اتصل الرضا بالرضوان اتصلت الطمأنينة، فطوبى لهم وحسن مآب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ضاق طعم الإيمان طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن الله تعالى بحكمته جعل الروح والفرح الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والحزن في الشك والسخط. وقال الجنيد رحمه الله: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلوب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. وليس الرضا والمحبة كالخوف والرجاء، فإنهما حالان لا يفارقان العبد في الدنيا والآخرة، لأنه في الجنة لا يستغني عن الرضا والمحبة. وقال ابن عطاء الله رحمه الله: الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد، لأنه اختار له الأفضل فيرضى له، وهو ترك السخط. وقال أبو تراب: ليس ينال الرضا من الله من الدنيا في قلبه مقدار. وقال السري: خمس من أخلاق المقربين: الرضا عن الله تعالى فيما تحب النفس وتكره، والحب له بالتحبب إليه، والحياء من الله تعالى والأنس به، والوحشة مما سواه. قال الفضيل بن عياض: الراضي لا يتمنى فوق منزلته شيئا. وقال ابن سمعون: الرضا بالحق والرضا له والرضا عنه، فالرضا به مدبرا أو مختارا، والرضا عنه قاسما ومعطيا، والرضا له إله وربا. سئل أبو سعيد رحمه الله: هل يجوز أن يكون العبد راضيا ساخطا؟ قال: نعم، يجوز أن يكون راضيا عن ربه ساخطا على نفسه وعلى كل قاطع يقطعه عن الله تعالى. وقيل للحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. قال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أنه في غير الحالة التي اختاره الله لها. وقال علي رضي الله عنه: من جلس على بساط الرضا لم ينله من الله مكروه أبدا، ومن جلس على بساط السؤال لم يرضى عن الله تعالى في كل حال. وقال يحيى: يرجع الأمر كله إلى هذين الأصلين: فعل منه بك، وفعل منك له، فترضى فيما عمل وتخلص فيما تعمل. وقال بعضهم: الراضي من لا يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عليها. وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيها يعامل به، يقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. قال الشبلي رحمه الله بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قولك ذا ضيق صدر. قال: صدقت. قال: فضيق الصدر ترك الرضا بالقضاء. وهذا إنما قاله الجنيد رحمه الله تنبيها منه على أصل الرضا، وذلك أن الرضا يحصل لانشراح القلب وانفساحه، وانشراح القلب من نور الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدر وانفتحت عين البصيرة، وعاين حسن تدبير الله تعالى، فينتزع التسخط والتضجر، لأن انشراح الصدر يتضمن حلاوة الحب. وفعل المحبوب بموقع الرضا عند المحب الصادق، لأن المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده واختياره، فيفنى في لذة رؤية اختيار المحب عن اختيار نفسه، كما قيل: وكل ما يفعل المحبوب محبوبه. بعد الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رضي الله تعالى عنكم. الباب 61 في ذكر الأحوال وشرحها. حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو نجيب السهودي بسنده، قال: أخبرنا أبو عبد الله البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأخبرنا شيخنا أبو زرعة طاهر بن أبي فضل بسنده عن العرباض بن سارية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اجعل حبك أحب إلي، حبك أحب، حبك أحب إلي من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب خالص الحب، وخالص الحب هو أن يحب، من يحب الله تعالى بكليته، ذلك أن العبد قد يكون في حال قائما بشروط حاله بحكم العلم، والجبلة تتقاضاه بضد العلم، مثل أن يكون راضيا والجبلة قد تكره، ويكون النظر للإنقياد بالعلم لا إلى الاستعصاء بالجبلة، فقد يحب الله تعالى ورسوله بحكم الإيمان، ويحب الأهل والولد بحكم الطبع. وللمحبة وجوه، وبواعث المحبة في الإنسان متنوعة، فمنها محبة الروح ومحبة القلب ومحبة النفس ومحبة العقل. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الأهل والمال والماء البارد معناه استئصال عروق المحبة بمحبة الله تعالى حتى يكون حب الله تعالى غالبا، فيحب الله تعالى بقلبه وروحه وكليته، حتى يكون حب الله تعالى أغلب في الطبع أيضا والجبلة من حب الماء البارد. وهذا يكون حبا صافيا لخواص تنغمر به وبنوره نار الطبع والجبلة، وهذا يكون حب الذات عن مشاهدة بعكوف الروح وخلوصه إلى مواطن القرب. قال الواسطي في قوله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه، كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته، فالهاء راجع إلى الذات دون النعوت والصفات. وقال بعضهم الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة، فإذا لم يكن ذلك لم يكن حبه فيه حقيقة. فإذا الحب حبان حب عام وحب خاص. فالحب العام مفسرا بامتثال الأمر، وربما كان حبا من معدن العلم بالآلاء والنعماء، وهذا الحب محركة من الصفات. وقد ذكر جمع من المشايخ الحب في المقامات، فيكون النظر إلى هذا الحب العام الذي يكون لكسب العبد فيه مدخل. وأما الحب الخاص فهو حب الذات عن مطالة الروح، وهو الحب الذي فيه السكرات، وهو الاصطناع من الله الكريم لعبده واصطفاءه إياه. وهذا الحب يكون من الأحوال، لأنه محض موهبة ليس للكسب فيه مدخل، وهو مفهوم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الماء البارد، لأنه كلام عن وجدان روح تتلذذ بحب الذات. الحمد لله حمدا معترف بعظيم الاقتراف وجزيل النعم والعطاء الواف، فهو بين يدي ربه المعبود المشهود يقر بما كان منه من مظاهر الجحود، وهو من الجحود شرود، إلى أبواب تحقيق الاعتراف لنيل المعرفة بالملك المعبود جل جلاله تعالى في علاه. نحمده بما حمد به نفسه وبما حمده به أنبياؤه ورسله والصالحون من عباده، ونسأله الثبات على الإيمان واليقين، وأن يرفعنا في مراتب الخوف والرجاء والرضا والمحبة له والمحبة منه تبارك وتعالى أعلى مراتب الراجين الخائفين والراضين المتوكلين المحبين المحبوبين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يحدثنا الشيخ عن المقامات والأحوال وصفات أرباب الكمال من هذا الخلق والنوع الإنساني المخصوص بوهب من الحق جل جلاله بفيض امتناني لا يعبر عن حقيقته لسان ولا يحيط بكنهه إنسان، ذلك جود الواحد المنان سبحانه وتعالى سبحان. تكلم عن الرجاء، والرجاء الصادق ناتج عن معرفة،
معرفة نفسها هي المقتضية للخوف، لهذا لا يمكن أن يكون الرجاء صادقا مع نقص في الخوف، ولا أن يكون الخوف صادقا مع نقص في الرجاء. لكن شؤون الاشتباه فيما يشتبه على الناس الذين لا يكون لهم انتباه، وعامة الخلق وإن توجهوا إذا لم يرتبطوا بحبال أهل التنبيه لا يحصل لهم الانتباه، فإن الالتباس والاشتباه في الأمور شديد عظيم. قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان. وقال تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلقوة الالتباس يريد البناء أكثر الناس على غير أساس، والبناء على غير أساس مهتاس. لأجل ذلك كله تدرك أن كل ما يسمى بالخوف فتكون نتيجته الياس من ربنا الكريم، فهو الاشتباه والالتباس، ليس ذاك بالخوف الصادق. وما علامة الخوف الصادق الواضحة الجلية؟ إلا الهرب عن مواطن المكاره، والبعد عما لا يحبه الحق تبارك وتعالى، فتكره ما كرهه الله فتهرب وتبعد عن المحارم. هذه العلامة الواضحة للخوف الصحيح. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وهذا الخوف الصحيح لا يقارنه يأس من روح الله ولا قنوط من رحمة الله، كذلك الرجاء الصحيح. وليس الرجاء الصحيح بتجرئ على محارم الله، ولا باستخفاف بطاعة الله، ولا بتنكسير فيما فرض الله، ولا باستخفاف أيضا بالوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى، ليس ذاك من الرجاء في شيء. والرجاء الصحيح أقوى علاماته صدق الطلب ودوام الرغب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله. ومهما رجا الراجون، فمهما كان الرجاء صحيحا وعلامته صدق الطلب وقوة الخوف الذي يكون به صدق الهرب فيحصل الفرار فيه إلى الله، فما عند الله تبارك وتعالى أكبر وأجل وأعظم مما رجوا وطمعوا وتصوروا وتخيلوا وطلبوا وأرادوا وتمنوا. ومهما خاف الخائفون من عذاب الله تعالى وغضبه وسخطه، فإن ما عند الله أكبر مما تصوروا وأشد مما ورد على بالهم أو تخيل بخيالهم. لا لشيء إلا لأنه الله، لأنه الله لا يحيط بعلم محيط، ولا يحيط بصفاته محيط جل جلاله تعالى في علاه. ولذلك رأيت العارفين يقولون في أدعيتهم: أما أنت يا ربنا فجدير أن لا ييأس منك الفاسقون ولا يغتر بك الصديقون. جدير أن لا يغتر بك الصديق ولا ييأس منك الفاسق، لأنك الله لا يحكمك شيء ولا يحدك شيء ولا يتحكم عليك شيء ولا يردك عما أردت شيء، وتعطي ولا تبالي وتمنع ولا تبالي، لا يضرك شيء ولا ينفعك شيء، تسعد ولا تبالي وتشقي ولا تبالي، والأمر كله بيدك. فجدير أن لا يغتر به الصديقون ولا ييأس منه الفاسقون جل جلاله وتعالى في علاه. فوجب أن
نقوم فينا أساسا صحيحا من الخوف والرجاء، وإنما ينشأ الرجاء الصحيح والخوف الصحيح عن معرفة. فلنتعرف ولنستمطر وجود المعرفة وحصول أحوال الخوف والرجاء من تأمل الآيات وتأمل البلاغات النبوية عن الله تبارك وتعالى، وتأمل القصص فيما يتعلق بآثار الخوف والرجاء وما يتعلق بالنتائج والنهايات. القبور وما يجري فيها تشمل عجائب من العفو والصفح والتجاوز والتنعيم، وعجائب من العذاب والأليم والشدة والغضب الرباني. أحوال الناس في الدنيا كذلك، أحوال الخلق في القيامة فيها عجب، عجب من الخوف ومن الشدائد ومن الأهوال، وفيها عجب من إنزال الملائكة والبشارات والتطمين، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اليوم يوم تكريمكم، اليوم يوم تعظيمكم، اليوم يوم تقديمكم، اليوم يوم تنعيمكم، اليوم يوم تمييزكم، اليوم يوم إعزازكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كم في القيامة من عجائب، فيها هذا وفي هذا كله. فربك كذلك جل جلاله، وأنت لا تدري أين يضعك وإلى من ينسبك وفي أي مكان ينزلك، فمثل هذا كيف لا يرجى وكيف لا يخاف؟ إن قلت كيف لا يخاف فكيف لا يرجى، وإن قلت كيف لا يرجى فقل فكيف لا يخاف. إن قال سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدو ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال. ومن كان وصفه هكذا فبطشه شديد وجوده حميد. ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إن الله لا يذم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولنجزينهم بأسوأ الذي كانوا يعملون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلى قدر معرفتك بالله تضطر إلى رجائه وتضطر إلى خوفه، بل بصدقك معه ينحط عنك رجاء غيره وخوف غيره، حتى إذا كمل رجاؤك فيه وخوفك منه صرت لا ترجو إلا هو ولا تخاف إلا هو. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. انظر إلى مظاهر ما ينازل الروح عند ذكر المعاني إذا ثبت فيها الإيمان. وهذا الأعرابي كما سمعت في القصة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من يلي حساب الخلق؟ قال الله تعالى. قال هو بنفسه أو يوكل أحد من ملائكته وغيرهم؟ قال هو بنفسه. فتبسم الأعرابي مما ضحكت يا أعرابي؟ قال إنما الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح، ما دام هو ربي بيتولى الحساب. طيب الحمد لله، ما هو واحد ثاني. هذا أورده الغزالي في الإحياء. الحافظ العراقي قال لما جد له أصلا يقول الشيخ الغماري يقول غفل عن كتاب حسن الظن عن لابن أبي الدنيا، فالحديث في حسن الظن لابن أبي الدنيا بسند حسن إلا أنه مرسل من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وورد بسند حسن. وقد قال للحافظ العراقي عليه رحمة الله في آخر أيامه أن كثيرا من الأحاديث التي كتبت تعليقي على الإحياء وقلت فيها لم أجد له أصلا اطلعت لها على أصول بعد ذلك، فهذا منها. يقول
من يلي حساب الخلق؟ قال الله تعالى. قال هو بنفسه؟ قال ضحك الأعرابي. أمين ما تضحك يا أعرابي؟ قال إنما الكريم إذا قدر عفاء وإذا حاسب سامح. هذا إذا كان بينك وبينه وصلة سببا يفيض به عليك سماحه وعفوه وصفحه سبحانه وتعالى. فإن اجترأت وافتريت ولقيته بحال مسيء فيه الأدب معه إن الله عزيز ذو انتقام يومئذ لا يعذب عذابه أحد. ما أحد يقدر يعذب كما ولا يوثق وثاقه أحد كما أنه ما أحد يقدر ينعم كما ما أحد يقدر ينعم مثله سبحانه. فكذلك لا يقدر أحد يعذب مثله. الله الله كم تهفو النفوس لملاطفات تجدونها من الناس ويقول لك تيسيرات وتدبيرات وإحسان وعطاء وكذا. تهفو نفسه ويفرح إيش إحسان المخلوقين وهم وإحسانهم من خلق الله تبارك وتعالى. لكن إذا أراد الله أن ينعم عليك، إذا أراد الله أن يلذذك، إذا أراد الله أن يكرمك، فحق أن تهفو نفسك وتشعشق إحسان رب العالمين جل جلاله. وكم يخاف الناس يقول لك هذا شديد وهذا شنيع ولا تدخلنا مع هذا بكلام، وانتبه لي بعد ما تقع لنا مشكلة ومصيبة تقابلنا بذا ولا بذا ولا خلص كنت ساكت لا توصلنا احنا إلى هذا الحد ولا إلى هذا المستوى فزعان وخايف. قال هذا إنسان شديد لو صدر لعنده بعدين بيقع كلام ثاني. كان أولى أن تخاف من الجبار من القهار من ذي القوة أعظم من خوفك من مخلوقين يكون كائنهم من كان لو آلمت أحدهم بطنه أو أذنه سقط ولا عاد عرف يصلح فيك شيء ولا في غيرك. لكن الجبار العلي الأعلى ذي القوة المتين سبحانه أحق أن يخاف أحق أن يرجع. لكن قلة المعرفة هي التي توقع الناس في هذا البلاء. ينصرف خوفهم إلى الصغار وإلى المخلوقين ورجاؤهم إلى المخلوقين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. العلامة الرجاء حسن الطاعة، الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال، كلها مظاهر من مظاهر حقائق الرجاء. ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو. يقول مطرف لو وزن خوف المؤمن ورجاء لاعتدلا، لأنه كلما زاد الرجاء زاد الخوف، كلما زاد الخوف زاد الرجاء، وهو إذن يكونان جناحين للمؤمن يطير بهما في مراتب القرب من حضرة الله بخوفه ورجائه. وهكذا هكذا. وأما قوله أما علمت أن المؤمن لذو قلبين، أي له في قلبه مظهران اثنان وله في قلبه وجهان اثنان يجتمعان في وقت واحد. وليس المعنى أنه له قلب ثاني غير هذا القلب، هو هو نفسه، لكن هذا القلب عجيب يجمع الأمور ويظهر فيه الخوف والرجاء في الوقت نفسه. فما سمعت كلامه عن الرضا يسأل ممكن يكون رضا وسخط؟ قال نعم في نفس الوقت راضي عن الله وساخط على نفسه، فالرضا موجود والسخط موجود كله وسط قلبه. وكان من حكم الشيخ أبي بكر بن سالم يقول من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط، من نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا. فالصادقون ساخطون على أنفسهم لما يوقنون من غشها وغيها وغلها وتلبيسها وكذبها وافترائها، وراضون عن ربهم ساخطون على أنفسهم وراضون عن ربهم جل جلاله. والحمقى والمغرورين وأهل الإدعاء إذا غضبوا غضبوا على ربهم، نعوذ بالله من غضب الله تعالى. وما يمنعهم إلا ما يخافون من الإنكار والانتقاد عليهم، أن يقولون لما فعل بنا ولما فعل بنا، وكأنه لا لوم عليهم وما اللوم إلا عليهم. وغدا يقول لهم العدو اللدود فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي.
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فإذا صح لك الرجاء وصح لك الخوف احتجت إلى مستند تستند وإلى معتمد عليه تعتمد، فلا بد لك من التوكل. وكلما قوي الخوف والرجاء قوي التوكل على المولى. كل رجاء لا يستمد على التوكل على الله، وكل خوف لا يستند على التوكل عليه تبارك وتعالى، فمن جملة ما فيه من شائبة كذب، ذلك من أثر ما فيه من شائبة الكذب. فإذا صدق الخوف صدق الرجاء، قام الاعتماد على المرجو المخاف، الله جل جلاله هو المرجو ومنه الخوف. فليس بيد غيره شيء، فهو أحق أن يخاف من كل شيء وأحق أن يرجى من كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. فيأتي حينئذ التوكل بالاعتماد على الله وحسن الاستناد إليه. ربي عليك اعتمادي كما إليك، صدقا صدقا، إذا تم ذلك خلاص، وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال، فما عاد يبقى المراد إلا رضاه. ومن لم يبقى له مراد إلا رضاه رضي عنه، ما أبعد المرادات الأخرى إلا وهو يريد أن يعطيه هذا المراد. فكلما علقك بمرادات فانظر إلى هذه المرادات ومنزلتها عنده، إن كانت مما لا مكان لها عنده فاعلم أنه لا مكان لك عنده، علقك بمرادات لا مكان لها عنده، وإن علقك بمرادات هي عنده شريفة فاعلم أن لك شرف عنده. فعلقك بالمرادات الشريفة، فإذا تمكنت من ذلك الشرف رجعت في المرادات كلها إلى مراد واحد هو بنفسه، هو بنفسه تبارك وتعالى. وعلى حسب استقرار الإيمان في القلب تعلم أنه لا يكون مقصودا ومرادا لذاته عند المؤمن الصادق إلا الله، كما لا يمكن أن يكون شيء وأن يكون أحد محبوب لذاته من جميع الوجوه إلا الله، لأن ما سواه خلقه سبحانه وتعالى وعبيده، فمهما أحببته لشيء فيه فمما أعطاه باريه ومما خصصه به، لكن الذي يحب لذاته الله، الله الله، لأنه الله هو الذي يحب لذاته، صاحب الألوهية هو، صاحب الربوبية هو، فهو محبوب، يجب أن يكون محبوب عند كل من عرف ربوبيته، عند كل من عرف ألوهيته جل جلاله وتعالى في علاه. ومحبته ما أحلاها، وما أحلى حال من يعطاها، فلهم الهنا هناكم وهنا. ويا خيبة من مر عمره لم يذق ذواقا من محبة ربه. أما ترى تشبث أهل الكفر والشرك بأندادهم وأصنامهم ظاهرها وباطنها، تشبث الكفار بشهواتهم وأهوائهم؟ قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن ما رضي يسوي بين محبة هؤلاء أهل الباطل للدنيئات والمنقضيات والزوائل. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أقول أنت تقول مؤمنين 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 مؤمنين، المحبة هذا إيش مقدارها عندنا لله؟ تحب الله، تحب الله، وإيش تستشعر من ذا المحبة؟ هي كلمة بتجري على اللسان أو خاطر يمر بالجنان؟ لا 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 لا، سورها الخارجي، سورها الخارجي امتثالك لأمر واجتنابك لنهي، هذه أول مراتبة، هذه المحبة العامة. ثم تذوق من سر محبة الله
ما لا يستطاع التعبير عنه. إن المحبين للمخلوقين يأخذون أفكارهم وعامة عقولهم وخواطرهم في ليلهم ونهارهم، وتحدث عندهم مشاعر وأحاسيس، وإني لتعروني لذكراك هزة، وما يسمع باسمه ولا ببلاده ولا بصنعته إلا ويأخذ حالة، وبعضهم يغمى عليه وبعضهم ما عاد يدري بالذي عنده. هذا محبة مخلوقين لمخلوقين أو لشيء من الكائنات الفانية. حتى من فرط ذلك فقد بعضهم عقله وجن، وبعد أن جن بقي طول باقي عمره كله وهو ذكر الذي جننه، إن كان هديار وإن كان مال وإن كان سيارة، وأتحسله وهو مجنون أخذ سيارة سيارة ويمشي ويقول سيارة، يدخل المكان ويقول سيارة، وساعة يصلح له حديد يصلح سيارة، ساعة يجيب خيوط يمشي ويقول صلح سيارة سيارة سيارة، وطول عمره إلى أن أخذت بمجامع قلبه سيارة. واليوم يريدون يبيعون قلوبنا الغالية على شيء من معروضاتهم يعرضونها علينا، وكلها تافهة دنيا. فحاموا على ساحات قلوبكم لا تصلح إلا لمحبة رب السماوات والأرض. يقول العوام إن لا تبيع برخيص، ما تبيع شيء غالي بشيء رخيص. يريدون علايق قلوبنا تنحط، المنحطون يريدوننا ننحط. فاسمعوا نداء من فوق يدعوكم إلى أن تعلوا لا أن تنحطوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. يا أيها المؤمن، محبة الإله الذي آمنت به تجل العبارة عن وصفها ذواق ووجدانات وأحاسيس تأخذ كلك، تأخذ كلك. فإذا كنت له وكان لك، فهل أنا أقدر أصفك أو غيرك من أبناء جنسك؟ ما نقول لك إلا يهناك ما لقيته من محبة الله. محبة الله إذا أخذت بمجامع القلوب غيبت العقول في بحار مطالعة جلال الله وجماله وكماله، فلا ينظر شيئا من صنعته إلا وغاب بالصنعة في الصانع. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. مهما فكرت مهما رتبت مهما دبرت ونسبت الأشياء الأشياء، هنا المنتهى فين بدي أروح؟ وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشاءة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. تغرون 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 بما يملى عليكم، بسط انشراح، بنضحككم بنبسطكم بنعطيكم بنأنسكم. هو أضحك وأبكى، ما توجد من غير خزائنه. يضحكون عليكم يقول لكم بنسلمكم من من الموت ومن الهلاك ومن القنابل ومن الحروب ومن الاكل، وتعالوا عندنا ونشوف خططنا وعملوا عملنا، وانه هو امات واحيا. يملون عليكم من الاولاد والبنات صحتهم وتربيتهم والرجل والمراه والمراه، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى، ما جاء من مصانع احد منهم ولا جاءت بتفكيرات احد منهم. يبعدون لكم أمر المستقبل وأمر الآخرة وأمر الحياة بعد الموت سبحانه، وأن عليه النشأة الأخرى. ذا اللي قدامكم يحيي ويميت، ذا اللي قدامكم يخلق الذكور والإناث، هو الذي عليه النشأة الأخرى. فيش الاستغراب؟ بين البعد، ما ترى أمام عينك، يحيي ويميت، يقدم ويؤخر، يقرب ويبعد، ويضحك ويبكي، وبعدين تقول كيف يحيي ثاني مرة؟ أن عليه النشأة الأخرى. يقولون لكم الاقتصاد، الاقتصاد
محاربة الفقر وناديكم وأنه هو أغنى وأغنى. يقولوا لكم الاكتشافات والاختراعات والفضاء والنجوم والعالم والقمر والمريخ وأنه هو رب الشعرة. وعندنا فوق ذلك أخبار تغيب عن بالكم، أمم جاءوا أمثالكم كانوا يملون على قومهم مثل إملائكم وقد بادوا، وأنه لك عاد الأولى وثمود فما أبقى. فتاريخ الإنسانية يثبت فشلكم أيها الداعون للبشرية أن تتخذكم آلهة من دون الله أو أن تضيع أوامر ربها استجابة لإغراءاتكم يا أهل الكذب. وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. فبأي آلاء ربك تتمارى. قلوبنا عزيزة لا يجوز أن تباع لدعاة السوء والانحطاط، لا تسكنوها إلا محبة مقلبها مالكها خالقها منشئكم من العدم، لكم العزة بقربه، لكم الفخر برضاه إذا رضي عنكم. في خزائنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سيفتح لكم منها ما لا تؤملون وفوق ما تتمنون. فلا تستبدلوا برب السماء والأرض بديلا ولا تبغوا عن سبيله تحويلا. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله خير، الله خير، الله خير، الله خير، هو خير لنا وخير لكم. فاخرجوا من أيامكم ولياليكم بقصده وبالوجهة إليه وبإيثاره على ما سواه، بالاعتزاز به، بالرغبة الصادقة في رضاه، معتمدين عليه، متوكلين عليه، واثقين به. أخذكم بالأسباب أمور كانت بتدبير المسبب جل جلاله، يجب أن لا تغركم، يجب أن لا تضركم، يجب أن لا تقطعكم عنه. احفظوا القلوب أن تركن إلى سوى أو تعتمد على من عداه. فوعزتي وجلاله ما أمامكم إلا خيال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلونك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فاترك الظانين والخراصين وخذ سبيل الموقنين الموفقين العارفين بالله أهل ركب الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان أهل الحقيقة. دع الظنون وخذ الحقيقة، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ألا يكفينا هذا لأن تتعلق قلوبنا بكلياتها به في كل حال؟ إلى كم نبقى مع المحال؟ إلى كم نغتر بالظلال؟ إلى كم نرضى بالضلال؟ إلى كم نغفل عن الكبير المتعال؟ اغنموا الأيام والليال فإن فيها لمن أقبل عليه العطايا الجزال، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتوكل على الحي الذي لا يموت جل جلاله. قال بعض أهل المعرفة توكل على الحي الرحمن سبحانه وتعالى الذي لا يموت، من معاني التوكل الذي لا يموت. كيف التوكل الذي لا يموت؟ يقول
جل الكريم عن أن ينسب إليه موت لا تأخذه سنة ولا نوم، والحي الدائم الذي لا يموت جل جلاله. ولكن إذا صدقت توكلك على الحي الذي لا يموت صار توكلك أيضا لا يموت. اجعل برب العرش عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. توكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى وسبح بحمده. الله. برد جاشي يقول بعض العارفين على ما شاء الله وكان ما لم يشاء لم يكن. يقول أول مقامات التوكل أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل، لا يكون له اعتراض على شيء أبدا من أمر الله ولا إرادة تغيير أمر إلا بما شرعه ودعاه إليه ودله عليه من افعل كذا ولا تفعل كذا، وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر جل جلاله. يقول سهل العلم كله من باب التعبد، والتعبد كله من باب الورع، والورع كله من باب الزهد، والزهد كله من باب التوكل. قال التوكل على قدر العلم بالوكيل جل جلاله، النظر إلى غير الله لوجود الجهل في النفس، فإذا طهرت هذه النفس زكيت فغابت الأمارة، بقيت نفس أخرى مطمئنة راضية مرضية، غاب الجهل، فحينئذ يصح التوكل. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. قال فيغلب وجود الحق الأعيان والأكوان ويرى الكون بالله من غير استقلال الكون في نفسه. الله أكبر. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يصير التوكل اضطرارا، هو مضطر إلى التوكل أصلا، ما حد يسيره غيره، أصلا ما حد يدبره سواه، أصلا ما له خالق غيره، أصلا ما يقدر يقول ولا يفعل ولا يذهب ولا يجي إلا به، فلا بد أن يتوكل عليه جل جلاله. وحينئذ يطرق أبواب الرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. روى أحمد ومسلم والترمذي وابن عمر غيرهم رضينا بالله ربا. قولوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. الآن قلتها ورائي ولسانك ينطق بها، اترك هذا اللسان، خل قلبك يتكلم مقلب القلوب. قل بهذا القلب للحق رضيت بالله ربا، بقلبك قله، وعزتي إنه لا يسمعك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. قل ولكن أدلك على مخاطبة كبير جليل ما ينفع معه إلا الصدق. قل له اسمع رضيت بالله ربا، هل يسمع هذا من قلبك؟ وأرجو أن يوفقك تكون صادق معه في هذا. رضيت بالله ربا، من رضي بالله ربا انخلع من ربقة النفس والأغيار وتقديم الهوى. رضيت بالله ربا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. رضيت بالله ربا
هل سمع قلبك يقول له رضيت بك يا رب ربا وبالإسلام دينا؟ بالإسلام دينا. إذا رضيت بهذا الإسلام دين، كنت المنافح عن الإسلام، كنت المدافع عن الإسلام، كنت المطبق للإسلام، كنت العامل بالإسلام. رضيت بالإسلام دين؟ أسمعك تقول رضيت بالإسلام دينا؟ وخذ الفضل منه تعالى ليعينك على تحقيق ذلك، ترضى بعبده وحبيبه محمد نبيا ورسولا. يسمعك تقول رضيت بهذا الرسول رسول، أنت جعلت رسولنا أنا رضيت بالرسول، أنت جعلت نبينا أنا رضيت بالنبي، أنت جعلت إمامنا أنا رضيت بإمام، أنت جعلت قدوتنا أنا رضيت بقدوة، أنت جعلته خير خلقك أنا رضيت به، في شهو أشهده في الخيرية المطلقة على الخلق كلهم، رضينا بمحمد النبي. ومن رضي بمحمد النبي لم يتبدل به قدوة ولم يغيره سواه أسوة، لم يغير أسوته إلى أسوة بسواه. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، إنما طرقنا الباب عسى إذا رأى في قلب أحد منا وجهة صادقة في هذا الرضا أن يبيت الليلة وهو راض عنه. وعلامة ذلك يفتح له باب ذوق في طعم الإيمان، بعد ذلك هو يعرف إيش يعشق وفي أي شيء يرغب وكيف يهذب أخلاقه وكيف يهذب أقواله وكيف يهذب أفعاله. إذا قد عشق وتحرك وذاق الطعم، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، عسى أنك منهم أيها السامع، عسى أنك منهم، ذاق طعم الإيمان. الخبر من محمد وهو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. أنت إذا رضيت الذوق حاصل بيقين، هات لي رضاك وخذ الذوق بضمانة من الأمين، ذاق طعم الإيمان. في إن جيت بقول الآن خذها الآن، إن جيت بصدق الرضا وتمامه في الليل خذها في الليل، إن جيت بقول في الغد خذها في الغد، إن جيت بقول في جلسة الختم خذها في جلسة الختم. وإن تأخرت من 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 جهتك أمرك، لا تلقى الملامة على غيرك، هات الرضا وخذ الذوق. ارضى به رب، ارضى به رب، لا رب سواه. كيف ما ترضى برب؟ ترضى برب لتتشرف أنت، أما هو ربك على رغم أنفك، رضيت ولا ما رضيت؟ ربك ورب كل شيء ومليك، ولكن نريدك تتشرف أنت، تتكرم أنت بهذا الرضا، لتلتقي العبودية بمقام الرضا من الربوبية. تشرف أنت، تكرم أنت، ترفع أنت، ارضى به رب، وهو ربي وربك ورب كل شيء جل جلاله. يا رب جبريل، يا رب ميكائيل، يا رب النبيين، يا رب محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، أذقنا طعم الإيمان بك، حققنا بحقائق الرضا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي والرسول. أرضيت بالله ربا؟ أرضيت بالله ربا؟ لابد أن تعشقه. إذا رضيت به ربك لابد أن تعشقه، لابد أن تعظمه، لابد أن تهابه. ما هذه الحجابات في قلبك؟ مهابة من ذا من ذا من ذا من ذا خوف من ذا من، ما هي هذا؟ ما هي هذه؟ كلها في مملكته ضعيفة، لا ملك لها، هو الملك، هو صاحب الملك. هل ترضى بتنظيف قلبك؟ من إيش الهيبة هذه؟ هيبات كلها من الخيالات آخذة بمجامع قلبك، خرجها، ضع الهيبة ممن يهاب. رب الأرباب، مسبب الأسباب، القدير، الله ربي وربك،
الفقر خوفك، والدنيا خوفتك، والكفار خوفوك، والشياطين خوفوك، والمظاهر خوفتك، والزينة خوفتك، والجوع خوفك، أتعرف أنها كلها لاش وفانية ولا وجود لها باستقلال قط، إنما يجدها هو ليبتليك ويختبرك، وهو أحق أن تخافه وأن تهابه. أخرج الله من قلوبنا خوف غيره، أسكن في قلوبنا مخافته ورجاه والتوكل عليه والرضا به والرضا عنه. رضي الله عنهم ورضوه عنه. الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلوب. إذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا، إذا باشر القلب حقيقة العلم أداه العلم إلى الرضا، ليس الرضا والمحبة كالخوف والرجاء. فالخوف والرجاء من مراتب في اليقين يبلغان إلى حد محدود، لكن البساط في الجنان ونعيم الأبد للرضا وللمحبة. هي دي تبقى معك تتنعم بها في دار الكرامة، بالرضا والمحبة تتنعم بكل ما في الجنة من نعيم. أترى أن هذا الأشجار وهذا الأشجار كلها لها ثمار؟ والله في الجنة كل واحد يأخذها أخذ لها ولذة أخذ لها وطعم لها على حسب ما كان ممتعا به في قلبه من رضا ومحبة. والأسرة والأنهار والقصور والملابس كلها في الجنة على قدر ما كان معك من رضا ومن محبة. فإذا تحققت بالرضا والمحبة فأنت في الجنة ومآلك إلى الجنة. وهذه الجنة التي لما ذاق طعمها العارفون قالوا هل أهل الجنة في الآخرة على ما نحن فيه بالليل؟ في مناجاة هذا الذي أحببناه ورضينا به. إن كان أهل الجنة في الجنة على ما نحن فيه بالليل إنهم لفي عيش طيب. الرضا. الله الله. ومعنى قول الفضيل الراضي لا يتمنى فوق منزلته شيء، أي تمني اعتراض، تمني شهود استحقاق، أما تمني عبودية وشكر واستزادة من عنده المزيد فما أعجبه ذاك. لكن ما يتمنى فوق منزلته تمني معترض ولا متبرم ولا ساخط ولا يرى لنفسه استحقاق أبدا أبدا. يرى أن المنزلة فيها عطاء واسع وفضل عظيم، ومع ذلك ما ينقطع عن الطمع فيما عند الله جل جلاله، لكن ما يرى أنه يستحق أكبر من هذه، ولا يتبرم بها ولا يسخط بما أعطاه الله تبارك وتعالى، بل يشكر فيزيده الله من فضله. لئن شكرتم لأزيدنكم. قال رضا بالحق مدبرا ومختارا، رضا عنه قاسما ومعطيا. إنما أنا قاسم قال النبي والله يعطي. قال ورضا له سبحانه وتعالى إلها وربا. قالوا لسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلي من الغنى، السقم أحب إلي من الصحة، سقم المرض أحب إلي من الصحة. قال رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمنى أنه في غير الحالة التي اختار الله له، ولا غروة إن غصت على هذه الحقائق والمعاني ففي أحضان من تربيت. ومثلها ما وقع لجماعة من العارفين فيهم وهيب بن الورد، فقال معه اثنين من أهل المعرفة، فقال هذا أنا أتمنى أن يقصر عمري حتى لا تكثر ذنوبي. قال الثاني وأنا أتمنى أن يطول عمري حتى تكثر طاعاتي. وهيب بن الورد ساكت، قال وأنت مالك ذنب؟ قال أنا أتمنى ما يحب لي ما يرضى لي، ما لا يقول لا طول ولا قصر، لي ويحب لي ويشوف أرضى أحسن. هذا هو الكلام.
هذا مقام أعلى. وهذا كلام سيدنا الحسن بن علي يقول: وقال علي رضي الله عنه: من جلس على بساط الرضا لم ينله من الله مكروه أبدا. الله 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 الله. أترى أن ما حصل لسيدنا علي أبي طالب من الخروج عليه من قبل الخوارج كان مكروها ناله؟ كان شرفا ناله. كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة ويقول: من يقاتلهم بعدي على تأويله كما قاتلتهم على تنزيله؟ فشرب لها كبار سادتنا الصحابة. التفت قال: هذاك يخصف نعله. كان قال: خصف نعل هذاك لها. قاتلهم على تأويله كما قاتلهم رسول على تنزيله. أترى أنهم أصابوه بمكروه؟ أترى أن ابن ملجم الذي ضربه أشقى الآخرين أنال سيدنا علي مكروه؟ إنه الذي كان يقول: أين هذا الذي يضربني على هذا فيخضب مني هذا؟ أراه قد أبطأ. أنت منتظر ساعة اللقاء واللحظة الكريمة. فلما جاء في ليلته نظر إلى السماء ليلة مقتله، نظر بصر نحو السماء قال: إنها لليلة التي وعدت. فأخذت عيناه فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم، قل: ألا ترى إلى ما نازلني من هؤلاء؟ قال: بلى، بلغنا كل ذلك. فإن شئت دعوت لك فانتصرت عليهم، وإن شئت أن تفطر غدا عندنا. قال: بل أفطر غدا عندكم. وجاءت ساعة اللقاء. من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمنى أنه في غير الحالة التي اختار الله له. وهو كان يقول أبوه سيدنا علي نفسه هذا المقال، يقول: لو كشف الغطاء ما اخترتم إلا الواقع. من بيدبر أحسن من الرب؟ إيش رأيك نجيب بشر، نجيب ملائكة، نجيب بيدبروا العالم أحسن من تدبير الخالق القدير العالم القوي القاهر؟ من هذا بيدبر؟ نعطي جماعة من الملائكة ولا من بني آدم ولا من الجن بيدبروا لنا الكون خيرا منه؟ لو كشف الغطاء ما اخترتم من الواقع، هذا تدبير القوي، هذا تدبير العلي. يقول: من جلس على بساط الرضا لم ينله من الله مكروه أبدا. من رضي فله الرضا، من سخط فله السخط. قال يحيى يرجع، قال: ومن جلس على بساط السؤال قاعد بغيت ليش كذا ليش كذا لم يرضى عن الله في كل حال. هذا مصيبة. لم لو كيف، هذا أقوال الحمقى. قال سيدنا الحداد: لو ولم وكيف. قال سيدنا النبي محمد: ولا تقول لو كان كذا لكان كذا، إن لو تفتح عمل الشيطان. قل قدر الله ما شاء فعل. لو ولم وكيف قوله ذي الحمق. قال من ابتلي بهذه ما عاد يرضى عن الله في أي حال، دائم هو بيقول مشاكل الدنيا المصائب ولا أرضى. أعطاه الإسلام مرضي، أعطاه الإيمان مرضي، جعله فين الأخيار مرضي، دخله مسجد مرضي، أعطاه قرآن مرضي. مدريش بيرضى بهذا، بيش بيرضى ده إلا مدري بغى نفسه إله ثاني يسير الكون كما أراد ويطلع وينزل. يا عبد الله كن عبد الله، اعلم أنك عبد الله، الزم الأدب مع الله وكن راض بما قدر الله. لا بس قال لو لم كيف، لما كذا كذا، كيف كان كذا، ليش ما هو كذا، لو كان كذا لو كان كذا. انت نسيت ان في الكون مدبر. انظر الى ما امرك وانهاك فقم بالامر فقط، وكف عن ما ليس لك، دع الاعتراض فما الامر لك، ولا الحكم في جريان الفلك، ولا تعترض على الله في حكمه، فمن خاض لجة بحر هلك. رأى بعض الصحابة مرة خضم في القدر كيف، فلما خرج غضب صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هذا أرسلت إليكم؟ أبي هذا أمرتكم؟ عزمت عليكم ألا تخوضوا فيه، لا تفعلوا، انظروا إلى ما أمرتكم به فقوموا به، وإلى ما نهيتكم عنه فانتهوا. هكذا قال، هذا طريق الحق. اعترضك الشيطان بدل ما تقوم تنتهض بأمر الطاعة وتبتعد عن المعاصي، يقول لك: إلا كيف كذا، إلا لو كيف كذا، إلا لو ليش ولماذا.
لم ولم يكون هذا وكيف هذا لو ولم وكيف قول ذي الحمق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون قض من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي قسم لك حاصل لديك والذي لغيرك لن يصل إليك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير ما ريح الصبا مالت بالغصون أفمن شرح الله صدره الإسلامي فهو على نور من ربه يقول إيش الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عليها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم يقول لك يبلغ العبد مقام الرضا إذا أقام نفسه على أربع أصول فيما يعامل به إيش؟ إن أعطيتني قبلت إن منعتني رضيت إن تركتني عبدت إن دعوتني أجبت يقول لك يحيى أن يرجع الأمر كله إلى هذين الأصلين فعل منه تعالى بك وفعل منك له فترضى فيما عمل وتخلص فيما تعمل وانتهينا خلاص ما يفعله بك راضي وما تعمل أنت لا أحسن وأخلص وانتهينا وصلنا خلاص أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربي إذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدر وانفتحت عين البصيرة وعاين حسن تدبير الله فينتزع التسخط والتضجر لأن انشراح الصدر يتضمن حلاوة الحب وفعل المحبوب بموقع الرضا عند المحب الصادق يقول لأنك أنت المبتلي والمقدر قال فلما ذكرت أنك أنت المبتلي والمقدر أنا رضيت ثم يقول لك ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أنت رضيت شوف علامة الرضا من قبيل تقول لربك وأطلعنا خلناك بينك وبينه تصلحون كلام تقول أنا يا رب رضيت بكم إذا كان هذا صدق شوف الثلاثة بتحصلها عندك ها بتحصل الثلاثة هذه عندك ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان صدق النبي ولا ما صدق 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 خذ الحلاوة هات الثلاث خذ الحلاوة حلاوة بثلاث جو سلم ثلاث خذ الحلاوة هذه الحلاوة ما هي موجودة في مصانع العالم كله إلا في تركة محمد ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان الحديث في البخاري وفي مسلم وعند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم إيش يقول صلى الله عليه وسلم من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بتتحرر محبة الغير محبة الغير محبة الغير والله لو كان الغير يغنيك ما كلمناك الغير ما يغنيك الله 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 ثم ما أذن لك تحب في الكائنات شيء حسيها معنويها ظاهرة خفيها سفليها علويها دنيويها أخرويها ما أذن لك تحب شيء كما تحب عبده محمد لا تقدم على محمد دنيا لا تقدم على محمد آخرة لا تقدم على محمد أرض لا تقدم على محمد سماء لا تقدم على محمد جنة لا تقدم على محمد شيء تهوى في الكائنات كلها سيد الكائنات محمد أحب محبوب في الخلائق محمد لله الخالق فلا تقدم عليه في محبة قلبك أحدا من الخلق من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما السوى يشينك يا أخي إن تسمع نصيحتي هذا السوى ومحبته تشينك تؤخرك عن الركب تحرمك لذة القرب تبطي بك عن ورود الحوض في القيام خرج السوى من قلبك الله ورسوله
أحب إلينا مما سواهما، اللهم اجعلنا كذلك. من كان الله ورسوله أحب إليه مما إيش مما سواهما ذا؟ أهلك، أولادك، نفسك، مالك، حكمك، روحك، دنياك، آخرتك، كله مما سواهما. الله 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 الله، الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. ومن أحب عبدا لا يحب إلا لله، تحصلهم قدامك، حبهم من أجل ربك، قال له تكمل الليلة وبكرة والله يطلع من قلبك إنه من شانه أنت تحب هذول. لا تجارة، لا مصلحة، لا مزرعة، لا دنيا، لا إمارة، لا سلطة، له 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 من أجله، من أجله، من أجله، تحبهم له. من أحب عبدا لا يحبه إلا ثنتين، هذا الثالثة ولا تبغى الحلاوة الثلاثة. يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذف الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يكره المعاصي، الكفر وبريد الكفر، رسول الكفر، الكفر والمعاصي عنده شنيعة شديدة، يكرهها 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 كما يكره أن يطرح في النار. هات الثلاث وخذ الحلاوة، حلاوة معروضة إذا ذقتها حتى عند الموت ما تنتهي. يحملونك على الأعناق إذا متت بين المسلمين في الجنازة، قدموني قدموني إلى جنة ورضوان ورب غير غضبان، قدموني قدموني، شو بسرعة، وبيحطونك في الحفرة وأنت في حلاوة. هذه حلاوة غالية، لكن ما بغينا منك إلا ثلاثة، ولا أحد قال لك بعشر ألف ولا بعشرين ألف. بعد البضايع عندهم في الدنيا، حتى الحلويات بعضها بمدري كم، مية، ميتين، خمسمية، صندوق كما ذا حلاوة فيه كم ألف، وبعدين غير روح ما دي. إذا أي شيء تعمل بده يجي ويروح. شوف هذه الحلاوة ذي الغالية، والله بتدخل معك القبر، هذا إذا حصلتها تدخل معك القبر، شليتها الليلة شليتها بكرة، خذها بتمشي معك للقبر واليوم الحشر، وإذا قدر الله والتقينا هناك بتذكر هذا. هذه حلاوة غالية في مخازن محمد، الله أرسله بها إلينا، الله أرسله بها إلينا، ونصب المخازن وقاعدة مطروحة فيها، وحط عليها الأمنة، والأمنة ده إيش يصلحون فيه؟ يساعدونك على الثلاث، ما يريدون شيء منك، والثلاث كلها يخلونها لك، ما يأخذون منها ولا حاجة، ويساعدون قاعدين فوق البضاعة ويقولوا لك خذ صلح الثلاث، هيا هات بسرعة تعال وخذ، أوه ولا يأخذون من الثلاث ولا شيء، يخلونها كلها لك فيك، ويقول ويعطونك الحلاوة. ما هذه النعمة؟ فحمدا لرب خصنا بمحمد، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يقول اللهم اجعل حبك حبلي من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد. هذا في رواية، في رواية أبي داود يقول كان من دعاء داود اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك حبلي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. هل سمعت؟ يقول لك الحب العام الذي يكون لكسب العبد في مدخل وهو امتثال الاوامر واجتناب النواهي، فقد يكون من معدن العلم بالآلة والنعم، وهذا محرك من الصفات. وهناك حب خاص، حب الذات، لأنها من مطالعة الروح، وهو الحب الذي فيه السكرات، يقول تغيب به عما سواه، سكرت به وفناني عن كل ضد ثاني من قاصي أو داني في العالم الجسماني. كما أنه إذا خامر العقول هول الموقف في القيامة سكروا الناس بشدة الخوف، يقولوا تعالى وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، كيف ما هم بسكارى؟ ما هم بسكارى بشراب مسكر من 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 الشربة التي تغير الأمزجة والطبع، لا، لكن من هول القيامة، ولكن عذاب الله شديد. فإذا كان هول عذاب يسكر، أفلا يسكر من باب أولى جمال إنعامه؟ هذا أسكر للقلوب من ذاك، يأخذك بالجمال.
قال وهو الاصطناع من الله الكريم لعبده وصفاؤه إياه. هذا الحب يكون من الأحوال المحض موهبة من الله، يكون أحب من الماء البارد. وهذا الحب روح والحب الذي يظهر من مطالعة الصفات ويطلع من مطالعة الإيمان غالب هذا الروح. لما صحت محبته ماذا أخبر الله تعالى عنه بقوله أذلة على المؤمنين، لأن المحب يذل لمحبوبه ولمحبوب محبوبه. وينشد لعين تفدى ألف عين وتتقى ويكرم ألف للحبيب المكرم. أحب والله يشوف واحد مؤمن بالله يكرمه يعدمه يخدمه، ما لك قال مؤمن بربي هذا الله قال إلهي الذي أمده، هذا مؤمن به، هذا معرض للقرب من ربي. فالمؤمنين محبوبين عند الله، هم محبوبين عندي. أي واحد يحب الله أنا أحبه، وكلما أحس إيمان في واحد أنا أحبه من أجل الواحد، ما هو من شأنه من شأن ذاك، من شأن أن عرفت ربي. لما عرفت ربي صرت أحب كل من يؤمن بربي، عامتهم عامة وخاصتهم. فإذا رأيت اصطفى واحد فنبأه وارسله الله، فإذا رأيته يختار واحد جعله صاحب نبيه الله، كيف ما أحبه ذا؟ أنا إذا عرفت ربي يحب هذا، رأيت اصطفى واحد جعله في ذرية نبيه في نسب نبيه وباب نبيه، ويقول الفرزدق من يعرف الله يعرف أولية ذا. الرجال شاعر لكنه قداق، حم شرب كاس طيب من الإيمان، صار يحب الحسين علي بن الحسين، ما هو من شان يعطيه ولا من شان يحصل من وراء مصلحة ولا، بس هو شرب الإيمان بعدين شرب. والمن يعرف الله يعرف أولية هذا. فالدين من بيت هذا ناله الأمم، هل هو جبريل راح يدور مكان غير بيتهم هذول؟ الله أرسله إلى بيتهم. من هذا من هذا؟ نقول من هذا؟ هذا الذي تعرف البطحة وطاته. قدوا في أذواق الرجال، والبيت يعرفه هو الحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة صاحب البضعة تسلسل من النور. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. يقول يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. قال الكعبة تعشقه هذا تجيبه. وهكذا يقول ليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. وهكذا يعني قال من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم ملجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كان وأئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. حبسوه أرسل إليه سيدنا لما درى بالقصة سيدنا علي وأخبروه أنه حصل كذا كذا، أرسل لي 20,000 قال إنما مدحتكم لله ورسوله، لو كان بغيت الدراهم بمدح الأمير ويعطينا هو أنت. قالوا إن أهل البيت إذا أخرجنا شيء لا نرجع فيه. لعين تفدى ألف عين وتتقى ويكرم ألف للحبيب المكرم. رأى بعض النساء المحبات الصادقات من الأنصار جاءت في ليلة الزفاف حق فاطمة، خرج النبي لما دخل البيت شافها قال فلانة قالت لبيك رسول الله، قال جيتي تشاركين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرح بابنتي؟ قالت نعم. تعالها أساسا عرف شراية المحبة، قال جيتي من شأن تشاركين بهذا من أجل ابنتي؟ قالت نعم يا رسول الله، وقف يدعو لها. نالت تلك الليلة ما لم تنله بعملها وبمن يوم آمنت، من يوم آمنت ما حصلت مثل هذا الخطاب. يتخاطب الله بقدرها، لكن الآن من خاطب لها؟ من خاطب القدوس لها؟ من خاطب صاحب الملك لها؟ أحب محبوب، أقرب قريب، أعرف عارف، أوجه وجيه، أكرم كريم، هو اللي خاطب لها. ما عاد تخرج الكرامة على قدرها، على قدر الواسطة اللي جاء. هكذا الصحابة ما فرحوا بشيء بعد الإسلام بمحبتهم بحديث المحبة،
مثل فرحهم بحديث المحبة. قال أنت مع من أحببت. المرمى قال الحمد لله، فرحوا الصحابة كلهم. سيدنا أنس كان إذا ذكر الحديث يقول وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو بحبي إياهم أن يحشرني الله في زمرتهم. فلما أدرك العارفون هذا قال محبتهم ديني وفرضي وسنتي وعروتي الوثقى وأفضل ما عندي. قال هذا الحب الخاص هو أصل الأحوال السنية وموجبها، وهو في الأحوال كالتوبة في المقامات. من صح توبته على الكمال تحقق بسائر المقامات من الزهد والرضا والتوكل على ما شرحنا أول، ومن صحت محبته هذه تحقق بسائر الأحوال من الفناء والبقاء والصح والمح وغير ذلك. والتوبة لهذا الحب أيضا بمثابة الجثمان، فتصير التوبة جسم والمحبة روح، فإذا اجتمع الجسم والروح كل المقامات وكل الأحوال جاءت. من أخذ في طريق المحبوبين وهو طريق خاص من طرق المحبة يتكمل فيه ويجتمع بروح الحب الخالص مع قالب الحب العام الذي تشتمل عليه التوبة النصوح، وعند ذلك لا يتقلب في أطوار المقامات، لأن التقلب في أطوار المقامات والترقي من شيء منها إلى شيء طريق المحبين. ومن أخذ في طريق المجاهدة من قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن من قوله ويهدي إليه من ينيب، أثبت كسب الإنابة سببا للهداية في حق المحب. وفي حال المحبوب صرح بالاجتباء غير معلل بالكسب، فقال الله يجتبي إليه من يشاء. الله. والثاني قالوا يهدي إليه من ينيب، لكن الأول ما عاد شي علة ولا سبب. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فمن أخذ طريق المحبوبين يطوي بساط أطوار المقامات ويندرج فيه صفوها وخالصها بأتم وصفها، فتصير المقامات خاطبة له، والمقامات لا تقيده ولا تحبسه، وهو يقيدها ويحبسها بترقيه منها واستنزاعه صفها وخالصها، لأنه حيث أشرقت عليه أنوار الحب الخاص خلع ملابس صفات النفس ونعوتها والمقامات كلها. الله، ايش عندكم؟ ها؟ مصفية للنعوت والصفات النفسية، فالزهد تصفية عن الرغبة، والتوكل تصفية عن قلة الاعتماد المتولد من جهل النفس، والرضا تصفية عن ضربان عرق المنازعة، والمنازعة لبقاء جمود في النفس ما أشرق عليها شموس المحبة الخالصة، النفس التي ما أشرق عليها شموس المحبة، فبقي ظلمتها وجمودها. فمن تحقق بالحب الخاص لانت نفسه وذهب جمودها، فماذا ينتزع الزهد منه من الرغبة؟ ما عاد شي وجود للرغبة، بغيت الزهد ينتزع منه إيش؟ ورغبة الحب أحرقت رغبته، فبقي مرغوبه الله ومحبوبه الله. وماذا يصفي منه التوكل ومطالعة الوكيل حشو بصيرته؟ ماذا يسكن فيه الرضا من عروق المنازعة والمنازعة ممن لم يسلم كليته؟ قال الرذباري ما لم تخرج من كليتك لا تدخل في حد المحبة. قال أبو يزيد من قتلته محبته فديته رؤيته، ومن قتله عشقه فديته منادمته. نادمته على الصفا فطاب عيشي وصفا، وكنت أهوى قربه ووصله فأسعفا، أسقمني هجرانه فكان بالوصل شفا. يقول أخبرنا بذلك أبو زرعة بسنده. قال أبو يزيد ذلك، فإذا التقلب في أطوار المقامات لعوام المحبين وطي بساط الأطوار لخواص المحبين وهم المحبوبون تخلفت عن هممهم المقامات، وربما كانت المقامات على مدارج طبقات السماوات وهي مواطن من يتعثر في أذيال بقاه، وأما من غيب بقاءه في بقاء مولاه فما تعثره أرض ولا سماء. قال بعض الكبار لإبراهيم الخواص إلى ماذا أدى بك التصوف؟ قال إلى التوكل. فقال تسعى في عمران باطنك أين أنت من الفناء في التوكل برؤية الوكيل،
فالنفس إذا تحركت بصفتها منقلبة من دائرة الزهد يردها الزاهد إلى الدائرة بزهده، والمتوكل إذا تحركت نفسه يردها بتوكله، والراضي يردها برضاه. وهذه الحركات من النفس بقايا وجودية تفتقر إلى سياسة العلم، وفي ذلك تنسم روح القرب من بعيد، روح القرب من بعيد، وهو أداء حق العبودية مبلغ العلم وبحسب الاجتهاد والكسب وبحسبه الاجتهاد والكسب. ومن أخذ في طريق الخاصة عرف طريق التخلص من البقايا بالتستر بأنوار فضل الحق، ومن اكتسى ملابس نور القرب بروح دائمة العكوف محمية عن الطوارق والصروف لا يزعجه طلب ولا يحشه سلب. فالزهد والتوكل والرضا كائن فيه وهو غير كائن فيها، على معنى أنه كيف تقلب كان زاهدا، وإن رغب لأنه بالحق لا بنفسه، وإن رؤي منه الالتفات للأسباب فهو متوكل، وإن وجد منه الكراهة فهو راض، لأن كراهته للحق يعيد إليه نفسه بدواعيها وصفاتها مطهرة موهوبة محمولة ملطوفا بها، فبي يسمع وبي يبصر، صار عين الداء دواؤه وصور الإعلال شفاؤه، وناب طلب الله له مناب كل طلب من زهد وتوكل ورضا، وصار مطلوبه من الله ينوب عن كل مطلوب من زهد وتوكل ورضا. قالت رابعة: محب الله لا يسكن أنينه وحنينه حتى يسكن مع محبوبه. قال أبو عبد الله القرشي: حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت ولا يبقى لك منك شيء. قال أبو الحسين الوراق: السرور بالله من شدة المحبة لله، والمحبة في القلب نار تحرق كل دنس. قال يحيى بن معاذ: صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين، وعجبا كيف يصبر الإنسان عن حبيبه. قال بعضهم: من ادعى محبة الله من غير تورع عن محارم فهو كذاب، ومن ادعى محبة الجنة من غير إنفاق ملكه فهو كذاب، ومن ادعى حب رسول صلى الله عليه وسلم من غير حب الفقراء فهو كذاب. كانت رابعة تنشد: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، وإذا كان الحب للأحوال كالتوبة للمقامات، فمن ادعى حالا يعتبر حبه، ومن ادعى محبة تعتبر توبته، فإن التوبة قالب روح الحب، وهذا الروح قيامه بهذا القلب، والأحوال أعراض قوامها بجوهر الروح. وقال سمنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب فهم مع الله. قال أبو يعقوب السوسي: لا تصح المحبة حتى تخرج من رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب، بفناء علم المحبة من حيث كان له المحبوب في الغيب ولم يكن هذا بالمحبة. فإذا خرج المحب إلى هذه اللبسة كان محبا من غير محبة. وسئل الجنيد عن المحبة فقال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب. قيل: هذا على معنى قوله: فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا، وذلك أن المحبة إذا صفت وكملت لا تزال تجذب بوصفها إلى محبوبها، فإذا انتهت إلى غاية جهدها وقفت، والرابطة متأصلة متأكدة، وكمال وصف المحبة أزال الموانع من المحب، وبكمال وصف المحبة تجذب صفات المحبوب تعطفا على المحب المخلص من موانع قادحة في صدق الحب. ونظرا إلى قصوره بعد استنفاد جهده يعود المحب بفوائد اكتساب الصفات من المحبوب، فيقول عند ذلك: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. هذا الذي عبرنا عنه حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخلقوا بأخلاق الله، لأنه بنزاهة النفس وكمال التزكية استعدوا للمحبة، وهو معنى قوله: من أحصاها دخل الجنة على أسماء الله، أي تخلق بما يتناسب مع العبد من معاني هذه الأسماء لله تبارك وتعالى. إذا علم أنه الرحمن الرحيم رحم العبادة تقربا إليه، إذا علم أنه الكريم كان كريما بقدره مكرما لعباده بما يستطيعه، وإذا علم أنه الستار كان ستيرا على أفعال العباد وقبائحهم ومعايبهم لا يفشي عيب أحد، وهكذا يتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى قول سيدنا النبي: حسين مني وأنا من حسين، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، حسين مني وأنا من حسينين، أحب الله من أحب
حسينا وأمثال هكذا. إذا صدقت المحبة تجد هذه المعاني بعيد عن خيالات حلول أو اتحاد وغير ذلك من كلام لا يقبل عقل ولا يصح فيه نقل، كلام البعداء المخبطين. قال سنة الله جارية أن يزكي نفوس أحبائي بحسن توفيقه وتأييده، وإذا منح نزاهة النفس وطهارتها ثم جذب روحه بجاذب المحبة خلع عليه خلع الصفات والأخلاق، ويكون ذلك عنده رتبة في الوصول، فتارة ينبعث الشوق من باطن إلى ما وراء ذلك لكون عظيم أمر لا غير متناه، وتارة يتسلى بما منح فيكون ذلك وصوله الذي يسكن نيران شوقه، وبباعث الشوق تستقر صفات الموهوبة المحققة رتبة الوصول عند المحب. ولولا باعث الشوق رجع القهقرة وظهرت صفات نفسه الحائلة بين المرء وقلبه، ومن ظن من الوصول غير ما ذكرناه أو تخيل له غير هذا القدر فهو متعرض لمذهب النصارى في اللاهوت والناسوت، نعوذ بالله من ذلك. وإشارات المشايخ في الاستغراق والفناء كلها عائدة إلى تحقيق مقام المحبة باستيلاء نور اليقين وخلاصة الذكر على القلب وتحقيق حق اليقين بزوال عوجاج البقايا وأمت اللوث الوجودي من بقاء صفات النفس. وإذا صحت المحبة ترتبت عليها الأحوال وتبعتها. سئل الشلبلي عن المحبة قال كاس لها وهج إذا استقر في الحواس وسكن كان في النفوس تلاشت. قيل للمحبة ظاهر وباطن، ظاهر اتباع رضا المحبوب، باطنها أن يكون مفتونا بالحبيب عن كل شيء فلا يبقى فيه بقية لغيره ولا لنفسه. فمن الأحوال السنية في المحبة الشوق، ولا يكون المحب إلا مشتاقا أبدا، لأن أمر الحق تعالى لا نهاية له، فما من حال يبلغها المحب إلا ويعلم أن ما وراء ذلك أوفى منها وأتم. حزني كحسنك لا لذا أمد ينهى إليه ولا لذا أمد، كما أن حسنك ما له أمد حزني ما له أمد، لأني دائم تشوق إلى ما هو في حسنك وحسنك دائم لا يتناهى، فكذلك أنا أطالب دائم ما أتناهى من طلبي إلى أبد الآبدين. وفي الجنة يترقون كل يوم وكل ساعة في حسهم ومعناهم جود من جود واهب المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا ولدينا مزيد، ما عدوا فيها دهينا ما يشاءون فيها مرحبا، ولكن المزيد منين جاء؟ قال عندنا ذا الله. فهم من حيثهم في الجنة لهم ما يشاءون، لكن من حيثهم لديه لهم المزيد. ها؟ إن المتقين في جنات وانهار في مقعد صدقين، بعدين عنده هناك المزيد، عند مليك مقتدر جل جلاله وتعالى في علاه. ثم هذا الشوق الحادث ليس عنده ليس كسبة، وإنما هي موهبة خص الله بها المحبين. قال أحمد بن أبي الحواري دخلت علي بن سليمان داراني رأيته يبكي، قلت ما يبكيك يرحمك الله؟ قال ويحك يا أحمد، إذا جن هذا الليل افترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وأشرف الجليل جل جلاله عليهم، وقال بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي، وإني مطلع عليهم في خلواتهم أسمع عنينهم وأرى بكاءهم، يا جبريل نادي فيهم ما هذا البكاء الذي أراه فيكم؟ هل أخبركم مخبر أن حبيبا يعذب أحباءه بالنار؟ بل كيف يجمل بي أن أعذب قوما إذا جن عليهم الليل تملقوا لي، فبي حلفت إذا وردوا القيامة علي أن أسفر لهم عن وجهي وأبيحهم رياض قدسي. وهذه أحوال قوم من المحبين أقيموا مقام الشوق، والشوق من المحبة كالزهد من التوبة، إذا استقرت التوبة ظهر الزهد وإذا استقرت المحبة ظهر الشوق. قال الواصي في قوله تعالى عن سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى، فشوقا واستهانة بمن وراءه، قال هم أولئي على أذري، من شوقه إلى مكالمة الله ورمى بالألواح لما فاته من وقته. قال أبو عثمان الشوق ثمرة المحبة، من أحب الله اشتاق إلى لقائه. قال أيضا في قوله فإن أجل الله إلى تعزية للمشتاقين، معناه إني أعلم أن شوقكم إلي غالب وأنا أجلت للقائكم أجلا، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه. كان النبي إذا زار المقابر يقول أبشروا فإن الساعة قريب، مواعد العطاء الواسع بالإدناء الخاص يقرب، إن الساعة قريب أبشروا فإن الساعة قريب، عن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه. قال ذو النون الشوق أعلى الدرجات وأعلى المقامات، الله، فإذا بلغ الإنسان استبطأ الموت شوقا إلى ربه ورجاء للقائه والنظر إليها،
الله 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 الله. عندي أن الشوق الكائن في المحبين إلى رتب يتوقعونها في الدنيا غير الشوق الذي يتوقع ما بعد الموت، والله تعالى يكاشف أهل وده بعطايا يجدونها علما ويطلبونها ذوقا، فيكون فكذلك يكون شوقهم ليصير العلم ذوقا، وليس من ضرورة مقام الشوق استبطاء الموت. وربما الأصحى من المحبين يستردون بالحياة لله تعالى، كما قال الجليل عز وجل لرسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن كانت حياته لله منحه الكريم لذة المناجاة والمحبة، تمتلئ عينه من النقد، ثم يكاشف من المنح والعطايا في الدنيا ما يتحقق بمقام الشوق من غير الشوق إلى ما بعد الموت. أنكر بعضهم مقام الشوق، قال إنما يكون الشوق إلى الغائب، ومتى يغيب الحبيب عن الحبيب حتى يشتاق. ولهذا سئل الأنطاكي عن الشوق قال إنما يشتاق إلى الغائب، وما غبت عنه منذ وجدته. والإنكار الشوق على الإطلاق لا أرى له وجها، لأن رتب العطاء والمنح من أنصبة القرب، إذا كانت غير متناهية كيف ينكر الشوق؟ الله أكبر، ما بلغت لرتبة إلا ونادتك المرام أمام، فلك الترقي والتلقي لم يزل، ولك الملائك في العلا خدام. ولكن يكون مشتاقا إلى ما لم يجد من أنصبة القرب، فكيف يمنع حال الشوق والأمر هكذا؟ ووجه آخر أن الإنسان لا بد له من أمور يردها حكم الحال لموضع بشريته وطبيعته، وعدم وقوفه على حد العلم الذي يقتضي حكم الحال. ووجود هذه الأمور مثير لنار الشوق، ولا نعني بشوق إلا مطالبة تنبعث من الباطن إلى الأولى والأعلى من أنصبة القرب. هذه المطالبة كائنة في المحبين، فالشوق إذن كائن لا وجه لإنكاره. قد قال قوم: شوق المشاهدة واللقاء أشد من شوق البعد والغيبوبة. فيكون في حال الغيبوبة مشتاقا إلى اللقاء، ويكون في حال اللقاء والمشاهدة مشتاقا إلى زوائد ومبار من الحبيب وإفضاله، وهذا الذي أراه وأختاره. قال فارس: قلوب المشتاقين منورة بنور الله، فإذا تحركت اشتياقا أضاء النور ما بين المشرق والمغرب، فيعرضهم الله على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلي، أشهدكم أني إليهم أشوق. قال أبو يزيد: لو أن الله حجب أهل الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار. سئل ابن عطاء عن شوق، قال: هو احتراق الحشا وتلهب القلوب وتقطع الأكباد من البعد بعد القرب. سئل بعضهم: هل الشوق على أم المحبة؟ قال: المحبة، لأن الشوق يتولد منها، فلا مشتاق إلا من غلبة الحب، فالحب أصل والشوق فرع. قال نصر أبادي: للخلق كلهم مقام الشوق لا مقام الاشتياق، ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار. الله أعلم. كيف الخبر؟ كيف المحبة والأثر؟ ها ستتحققون بالله أكبر. باقي معكم إكمال هذا الباب، ثم الباب 62 والباب 63 يكمل الكتاب، وله شغل كمال الكتاب. الشغل تحقق الاقتراب. يا فاتح الباب، يا فاتح الباب، يا كريم يا وهاب، يا فاتح الباب يا وهاب، يا ربنا افتح لنا الباب. يهبنا بالثبات على الاستقامة، يهبنا المواصلات، يرقينا إلى مراتب أهل الكرامة، نعم علينا بما هو أهله في الدنيا والبرزخ يوم القيامة، اربطنا ربط لانحلاله بعبده المضلل بالغمامة، اثبتنا وإياكم بديوان أهل الصدق في اتباعه والاقتداء به والسير في دربه، ويسقينا بفضله من شربه، يسقينا بفضل من شربه، ويسقينا بفضل من شربه، أن يعملنا بما هو أهله في الحال كله، فأنا إلى أعلى مراتب القرب منه والدنو إليه والمعرفة به والصدق معه والوفاء بعهده في خير لطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.